جهودات الدولة في تنمية قطاع الطاقة، محطة بكل المقاييس العالمية بقدرة إنتاج تقارب 1200 ميجاوات موزعة على 3 وحدات للضغط العالي بكل من سي مصطفى ببومرداس وأقبو ببجاية والعفرون بولاية البليدة، والتي بدورها تحولها للشبكة الوطنية للكهرباء لتصل إلى تغطية كاملة لشمال الوطن وفق معايير عالمية. تكلفة المشروع بلغت حوالي 1 مليار دولار، ومن الأهداف التي حققها هذا المشروع هو خلق مناصب عمل بحوالي 3000 منصب شغل في مرحلة البناء، مع كذلك وتكوين يد العاملة الجزائرية في إنشاء ورشات تكوين وتربص داخل المحطة، وكذلك تحويل الخبرات والتكنولوجيات، وكذلك دعم الشركات الوطنية. فما هي الأنظمة التي تعمل بها هذه المحطة؟ تحتوي على 3 وحدات لتوليد الكهرباء. وحدة توليد الكهرباء تعمل بنظام مزدوج، أي أنها تعمل بوحدة توربين غازية ووحدة توربين بخارية. وحدة التوربين الغازية هي التي تمدنا بالغازات الساخنة التي نسترجعها من أجل تكوين البخار، وذلك لتحريك التوربين البخارية، وهذا مما يزيد من مردودية محطة توليد الكهرباء براس جند. وهذه الوحدة تعمل على تصفية وتنقية وتعداد الغازات التي تستعمل في تحريك التوربين الغازية، كما تحتوي على وحدة تبريد للبخار تستمد البرودة من مياه البحر. بالإضافة إلى ميكانيزمات عمل المحطة، توجد أنظمة أخرى تعزز أهمية هذا المشروع. محطة إنتاج غاز الهيدروجين الذي يعمل لتبريد المولدات، ومحطة معالجة مياه البحر لإنتاج بخار الماء، ومحطة إنتاج محلول الكلور، ومحطة ضخ مياه البحر. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع لم يشمله التجميد، حرصا على ضمان الاستغلال المتواصل للكهرباء.